انت كنت حاسس اكتر حاجه قبل العمليه كانت اكتر حاجه بتضرها ايه؟ يعني هل هو التنمر، ولا انت كنت حاسس ان مذاكرتها برضو متاثره، او ادائها في البيت متاثر بالرؤيه؟ انا الاستاذ بتاعها كانت تاخد عنده درس فراح بقعدها لوحدها، اكتبي يا جمانه يا سيبها، صدقني اكتبي يا جمانه، اكتب تكتب ايه؟ تكتب اللي تكتبه. يقول لي انا ذات نفسي البنت بتيجي تركز بالنظاره، بص الاقي عيني راحت في ناحيه تانيه، انا مستحرم ماشي. مستحرم من اللي اقرص عليها، حرام عليا، كفايه اللي هي فيه. طب يا يا خبر استاذ، ابيض، طب يا استاذ، طب يا استاذ، كانت يقول لي صعبانه عليه. قال لي انا بشوف عين البنت بنضاره بصعب عليها، مش بقول لها حاجه، تعمل اللي تعمله، تلعب مع الزملاء اهم حاجه، مش عايز فكفايه بقى اقرا. اللي هي فيه. هو يعني صدقني الراجل اللي حصل. ما كانش قادر يذاكر لها، وقالك بس كفايه الحول اللي عندها ده، هي كده يعني مش عايز يشد عليها اكتر من كده، يعني قالك الحياه شد عليها، فما فيش يبقى الحياه وانا كمان يعني.